وفي بقى الأنقح، في اللي أنقح بقى الأكثر سوءا، سين من المدربين، سين صاد رحل عن النادي الفلاني لأنه تعثر وفشل مع النادي الفلاني. بعدها بساعات النادي الآخر يعلن تعيين سين صاد رسميا مديرا فنيا بدلا من واحد تاني، وتلف الدنيا ويلف الكون ونلف في المدربين. ده الواحد لما بيصدق يشوف أسماء جديدة في الدوري المصري، لما بيصدق يشوف أسماء جديدة مدربين في الدوري المصري يعملوا فارق عن الأسماء المتكررة. وبالمناسبة يعني واحد من الأسماء دي هو الكابتن أيمن الرمادي المدير الفني لأسوان، نتائج رائعة، نتائج مفاجأة. وكابتن أيمن الرمادي سي في رائع جدا جدا ومميز جدا في الإمارات، حاجة في منتهى الروعة. وجوده في مصر في الدوري المصري مع فريق أسوان فرق مع فريق أسوان وفرق مع الدوري المصري وفرق مع النتائج مع أسوان بشكل رائع جدا، 5 انتصارات حاجة رائعة جدا. فأسماء هي جديدة، بس الفكرة إن الواحد الأخبار اللي بيسمعها اليومين الثلاثة اللي فاتوا كلها إنه الكابتن أيمن رمادي ممكن يمشي من أسوان. فالواحد يقرأ الخبر زي ده يتجنن. يا جماعة ما هو راجل ناجح والإدارة أكيد عايزاه والأمور حلوة والفرقة ماشية بشكل رائع جدا وفرحانين لأسوان جدا، طب ليه يمشي؟ هتستغرب، مسلسل عمال يتكرر في الدوري المصري. معانا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن أيمن الرمادي المدير الفني لنادي أسوان. يا كابتن أيمن مشرف ومنور وكامل تحياتي لحضرتك على الأداء الرائع منذ وصولك إلى فريق أسوان. أهلا وسهلا كابتن كريم، كل سنة وحضرتك طيب والسادة المشاهدين، ويتعاد عليكم بألف خير يا رب. وحضرتك طيب وبخير. أنا لسه كنت بقول دلوقتي أخبار بقى لها يومين ثلاثة كابتن أيمن رمادي ممكن يمشي من أسوان، وهو خبر بالنسبة لي مفاجئ ومزعج جدا إنه الكابتن أيمن ماشي بشكل رائع جدا مع أسوان. هل الكلام ده له أساس من الصحة؟ أولا أنا أشكرك على كلماتك الرقيقة والجميلة، والحقيقة يعني أدتني أكبر من حجمي يعني. لا يا فندم ده أقل بكتير، تحياتي. الله يبارك لك. اتفضل. الحقيقة هو الموضوع بس عشان نأصل الموضوع، هي الفكرة كلها إن إحنا إننا النهاردة شغال مع نادي، أنا مسؤول عن اللعيبة، لازم يعني أكون قادر إن أنا أحمي هؤلاء اللعيبة وأقدر إن أنا عشان أقدر أشتغل معهم بصورة جيدة. الحقيقة الفترة اللي فاتت أنا اعتذرت فعلا 3 مرات لمجلس الإدارة، وقبل مباراة فاركو قلت لهم دي آخر مباراة، قبل مباراة إنبي قلت لهم آخر مباراة، وآخر لا وقبل المباراة اللي هي اللي فاتت بتاع كانت الموضوع حسم يعني اللي هي مباراة البنك الأهلي. الموضوع كله مش موضوع ان انا الفكره كلها ان انا عايز اوفر الحد الادنى، وحط تحت العد الادنى دي 1000 خط من اسباب النجاح اللي هي تخلينا نقدر نستمر. صحيح. الاستمرار بدون اليه عمل امر غير مضمون، بل بالعكس في مجازفه كبيره جدا بمستقبل. صحيح. عشان كده نحتاج لمزيدا من العمل من الجميع. الحقيقة أنا اللي عندي اللعيبة تحتاج لدعم كبير جدا، وخصوصا في يناير تحتاج 4-5 لعيبة يكونوا بيشاركوا عشان نقدر نعمل روتيشن، لأن أنا عندي لعيبتي أنا مشفق عليهم بيحملوا الحقائب ويسافروا كل 3 أيام. والحظنا مش عارف الحقيقة كان إن الدوري السنة دي هو السنة الأولى له منتظم بدون أي توقفات، وده كان عبء علينا إحنا كبير جدا جدا، بنلعب تقريبا كل 3 أيام. عايز أوفر لهم الحد الأدنى من حضرتك من حضرتك بتتحدث عن مستحقات ولاعبين جدد، هو ده أنا فهمت صح؟ مستحقات لاعبين يعني اللاعب الجديد. أنا عايز لاعب يكون بيشارك، لان يناير ما ينفعش تجيب لاعب مثلا قاعد سنه وما تقدرش تجهزه، عايز ده عايز فتره اعداد، واحنا بنلعب كل 3 أيام. احنا محتاجين لاعب يكون شارك حتى لو هو معدلاته 60-70%، فاحنا نقدر نزوده شويه. صحيح. لكن ما يجيش لاعب مثلا يكون قاعد مثلا سنه ما بيتمرنش وما بيشاركش، فاللاعب اللي هيجي اللي بالمواصفات اللي انا بقول عليها يحتاج لميزانية معينة
وانا الحقيقه الميزانيه اللي انا طرحتها قلت لهم يا جماعه حتى وفروا تقريبا 2 مليون، مليون و500، على اساس ان انا ما اقدرش استخدم اللاعبين في كل المباريات. لعبت الماتش اللي فات، لعبنا هذه المباراه بتاع البنك الاهلي بحوائط صد فقط، واللعيبه كانت فاقده جزء كبير جدا من حيويتها بسبب الاجهاد، اللعيبه اصبحت منهكين. الحاجه الثانيه، هؤلاء اللعيبه اعتقد يستحقوا منا ان هم يعيشوا، يعني يقعدوا في مكان مريح، سواء مكان اقامه، ياكلوا كويس. لا معلش معلش كابتن ايمن، لو دي افهمها بشكل اوضح، يعني ايه يقعدوا في مكان كويس؟ يعني هو تقصد في اسوان ولا لما بيسافروا في في اي فندق لما بنروح اسوان؟ او لا في القاهره الامور سهله، يعني لان احنا اغلب لعبتنا من القاهره، لكن لما بنروح اسوان نحتاج ان احنا نكون يعني على الاقل يعني بنوفر لهم حاجه مريحه شويه. يعني هم في اسوان مش قاعدين في فندق؟ فندق، لكن في افضل، يعني تقصد في افضل؟ اكيد اتمنى ان هو يكون افضل، اتمنى. لان راحه اللاعبين، انت عارف يا كابتن كريم، في حاجات بسيطه جدا في ناس ما بتحسش بيها الا المدير الفني. انت عارف ان اللاعب مثلا لو نايم، انا اسف يعني، على مرتبه مثلا مش مريحه، يعني يجي لك التدريب وهو خلاص متكسر. يعني الحاجات الجزئيات الصغيره دي والتفاصيل انا بهتم بها اهتمام كبير جدا طبعا، وحاجات على فكره مش امكانيات كبيره. الموضوع موضوع ترتيبات واراده ان انت تقدر توفر الحد الادنى لهذا الفريق. اداره نادي اسوان، اداره نادي اسوان وافقت على الكلام دوت او هتشتغلت على الكلام دوت، ولا الوضع فين دلوقتي؟ يعني متطلبات حضرتك ديت. انا الحقيقه يعني مشفق على اداره نادي اسوان، والناس ما بيتاخروش، لكن انا عايز مزيدا من الجهد، لان لحد دلوقتي الحاجات دي مش قادرين نلبيها. وفتره الترانسفير ماركت قربت، يعني دخلنا على نص الفتره تخلص، صح، واحنا الحقيقه سعينا ما كانش بالحد اللي هو مطلوب. حضرتك طبعا حضرتك في اي في اي لاعبين طبعا هيبقى عليا انا كبير جدا. وعلى فكره يا كابتن كريم، انا اعلنتها وما زلت بعلنها، انا لو اعتذرت لنادي اسوان انا في البيت لنهايه الموسم، مش بفكر في اي مكان تاني، لان انا شغلي زي ما انا قلت دايما، انا اشتغلت في الامارات مع نادي واحد 6 سنين ومع نادي تاني 7 سنين، فانا صاحب يعني بشتغل على مشروع. انت حضرتك قلت لي دلوقتي نقطة مهمة جدا، كنت لسه هسألك عنها، عشان يتقال ان الكابتن ايمن عايز يمشي عشان في نادي تاني هو عايزه. انا لا اقبل هذا الكلام، وانا ما ينفعش اعمل كده، لان انا شوف كل واحد طبعا، على فكرة مش اللي بيعملوا كده مش طبعا، هم مش غلطانين، ده بالعكس دي تفكيرهم، لكن انا يمكن تفكيري مختلف شوية. انا ما ينفعش انط من هنا لهنا، انا بشتغل مع برمجة. الحكايه دي ما بتشرنيش ابدا، وعايز اقول لك ان انا اعتذرت 3 مرات ورجعت باعتذاري. لو انا عندي هذه النيه ما كنتش رجعت ولا مره يعني. طيب الوضع دلوقتي في هذه اللحظه بالنسبه لحضرتك؟ الحقيقه انا برضو احتراما للاعبين والجمهور اسوان، انا ان شاء الله باذن الله مسافر بكره اسوان، ومنتظر ان يجد جديد، ولو ما جدش جديد انا يعني بقولها يعني يا جماعه خلاص، يعني يكون افضل ان احنا ان انتوا تبحثوا عن مدرب هيكون افضل مني، لان انا فعلا فعلا شايف حاجه ممكن اكون مخطئ فيها، شايف ان انا عايز اوفر الحد الادنى للاعيبتي من الحمايه. مفهوم. طيب هل بعد الفتره اللي فاتت، الفتره الماضيه، كان في مكافآت، كان في انتصارات كثيره وعديده، كان في مكافآت بتتصرف للاعبين وللجهاز الفني تحديدا مباراه الزمالك؟ انا شايف يعني، انت برضه كابتن كريم اتفضل بتتكلم في رفاهيه كبيره، انا مش عايز الرفاهيه دي، يعني انا عايز ايه؟ عايز اللاعب يعيش كويس، ياكل كويس. انا اي نعم ليهم 4 مكافآت متبقيه ما اخدوهاش، ما دي مش حاجه محزناني يعني. بالظبط كده، ما دي مش رفاهيه بصراحه يا كابتن ايمن، يعني ده لا بالنسبه لنا يعني حاجه لو اتصرفت هتبقى رفاهيه كبيره جدا وهكون شاكر ليها، لكن انا عندي اسس كمان اهم من دي، على فكره هي المفروض لازم تتصرف طبعا، لكن عندي اسس اهم من دي كمان، عندي اسس اقامه اللاعبين، احترام مواعيد التدريب، ان انا ما اتمرنش مره الساعه 10 بالليل ومره الساعه 9 الصبح ومره الساعه 3 الظهر ومره احترام
العوامل الفسيولوجية عند اللاعب، ان انا ادعمه بلاعبين يقدروا يعمل معاهم روتيشن. طب كابتن ايمن، هسألك سؤال بوضوح جدا. حضرتك لما جيت توليت تدريب نادي اسوان، كان حد قال لك على الظروف ديت ولا ما انت ما كنتش تعرف؟ لا انا عارف، بص انا لعبت في اسوان وعارف، طبعا. بس ما كانتش بالدرجه دي، ما كانتش بالطريقه دي يعني. وخلي بالك انا اشتغلت في عمان، وعمان اقل امكانيات من هنا يعني، مش انا مش واخد على الشغل في الامارات بس، فانا عارف ومقدر الظروف، لكن انا عايز لما توعد بحاجه نوفي بالوعود، ده رقم واحد. عايز لما نحط حد ادنى ما ننزلش عنه. واعتقد ان انا لما اقول عايز اوفر 1.5 مليون عشان اجيب 4 5 لعيبه، ده او 2 مليون، ده امر مش موضوع امكانيات. مع كامل احترامي، لان لو انا النهارده مش هقدر اجيب لاعبين، انت تقدر تستخدم 12 لاعب في كل 3 ايام مباراه بهذه الطريقه؟ مستحيل فين الانتظارات وفين الاصابات وفين في الارهاق؟ صعبه جدا. انا خلي بالك، انا اعلم جيدا اسوان، عشان كده انا يمكن ما كلمتكش كلمه واحده عن حقوق ليا. لا 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 اتكلمت عن حقوق ليا ولا عن الجهاز اللي ما شغال معايا. انا عايز الحقوق، الحد الادنى من الامكانيات اللي لابد ان تتوفر للاعبين. منطقي. طيب خلي لا بالك فضل. خلي بالك اتفضل. وانا من هنا بقول ان مجلس الاداره عنده عذر، وانا عذره شويه، لكن مش عذره على طول الخط، لان برضه لازم نفكر خارج الصندوق. لك ان تتخيل ان النهارده اعتقد برزنتيشن مديلهم 70% لتسويق حاجه معينه يعني. احنا ما عملناش منها ب 10 جنيه. انا طبعا الموضوع ده مش شغلتي، لان انا مش بتاع ماركتينج، لكن احنا برضو ما سعناش كويس. مفهوم. وحضرتك جوه المنظومه. بص يا كابتن، المطالبه في التلفزيونات بالدعم والحاجات دي لا تكتي نفع. صح. لازم نفكر ونكون عندنا اراده ونتحرك ونجري ونفكر خارج الصندوق عشان نقدر نوفي طيب حقوق الجمهور، اللي هو فعلا مع اللاعبين هم الحلقه الاقوى في الفريق. طيب اللي انا فهمته من حضرتك دلوقتي، المباراه القادمه لاسوان قد تكون المباراه الاخيره لحضرتك لو متطلبات حضرتك اللي انت طالبها ما اتنفذتش، مظبوط؟ اكيد، وبستسمحهم وبستاذنهم، وهكون اقدر ادعمهم من بره بصوره اكبر، وهستسمحهم ان هم ياذنوا لي ويسمحوا لي ان انا انصرف بهدوء بدون مشاكل، لو لم تحل هذه المشاكل ويبحثوا عن واحد هيكون افضل مني ممكن يتعايش مع هذه الظروف. صحيح. كابتن الكبير كابتن ايمن الرمادي المدير الفني لنادي اسوان، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. اداء رائع ومستوى كبير قدمته مع اسوان خلال الفتره الماضيه. نتمنى ان استمرار حضرتك بالتاكيد في تدريب نادي اسوان. نحب نادي اسوان، جماهير نادي اسوان، ونتمنى الاستقرار والنجاح. بس الكلام اللي قاله كله كلام منطقي، كلام منطقي بصراحة.